أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نائب في الميزان. النهاردة هنتكلم عن دائرة مهمة جدا، وهي دائرة القناطر الخيرية. القناطر الخيرية زي ما أنتم عارفين كانت مزار سياحي، كان موجود فيها معالم سياحية محترمة جدا. طبعا فيها أنواع من الأشجار من أندر الأنواع اللي موجودة في العالم كلها. إزاي وصلت القناطر الخيرية النهاردة إنها تبقى ولا أي حاجة ولا على الخريطة السياحية في مصر وخارج مصر؟ يعني كانت القناطر الخيرية مزار سياحي لمصر وخارج مصر، يعني كانت في ناس من بره من الأجانب تيجي تروح المنطقة دي من جمال المنطقة والأشجار اللي موجودة فيها والمعالم السياحية اللي موجودة فيها. النهاردة معايا عضو مجلس النواب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة في البرلمان وعضو عن دائرة القناطر. هنتكلم معاه ونشوف ايه المشاكل الموجودة في دائرة القناطر. ست النائب ازي حضرتك؟ اهلا بفندم، منورنا. ازاي توصل القناطر الخيرية الى حاجة كده ملهاش ذكرى على الخريطة السياحية في مصر؟ ايه اللي حصل في القناطر الخيريه وانت يعني من ابناء هذه الدائره؟ دعيني اولا اسلم على حضرتك وعلى عاملين معك وعلى القناه المحترمه مصر الزراعيه، وبحييك وبحيي شعب مصر العظيم كله. اما عن مدينه القناطر الخيريه فانا بسميها المدينه السياحيه الجميله المهمله. من اكثر من 20 عام القناطر الخيريه لم يتحدث عنها احد. القناطر الخيريه ملتقى اربع انهار او ملتقى النيل، الرشيد التوفيقي تبقى في القليوبية، الرشيدي تبقى في المنوفية، الدمياطي في الجيزة، المنوفي في المنوفية. هي في ملتقى، هي شريان أربع أنهار متفرعين، يعني النيل الكبير جاي من أسوان داخل على القناطر الخيرية بناها محمد علي وفرقها أربع أنهار. حضرتك يعني لو قلنا كده ببساطة بتخدم أربع محافظات، خمس محافظات. أربع محافظات فعلا بالفعل بيمروا في القناطر الخيرية، مع القاهرة يبقى خمس محافظات. أنا بيني وبين القاهرة ساعة 24 كيلو أو 28 كيلو بالظبط إلى ميدان التحرير. من القناطر الخيرية لميدان التحرير 28 كيلو بالظبط. على ده قريبة جدا. قريبة جدا. ولكن مفيش فيها خدمات خالص. ده في رحلات نهرية كمان. كانت مزار سياحي عالمي، كان في شم النسيم يأتي إلى مدينة القناطر الخيرية 5 مليون. إحنا كنا طلبة، كان يوم شم النسيم ده كان المرحوم محمود سلطان يفضل يومين في التلفزيون يقول لك تغيير خط السير المتجه الى المنوفيه يلزم طريق مثلا كذا والمتجه الى الجيزه. 5 مليون، 5 مليون في شم النسيم وفي الاعياد. النهارده مفيش 50,000. ليه بقى؟ جرفت القناطر الخيريه، مفيش خدمات نهائيا في مدينه القناطر. الجناين بتاعتنا كام؟ 5,520 فدان، اكبر حدائق في الشرق الاوسط زي ما حضرتك قلت. حاليا 520 فدان، 520 فدان. اذا هي اكبر حدائق في الشرق الاوسط، احسن اشجار نادره في العالم. يعني بها انظر زي ما عليك ما قلت في التقرير، انظر اشجار في العالم كله المناطق الخيريه. مساحات شاسعه جميله جدا على النيل. انت تتخيل المدينه السياحيه دي ماهر بيه بتبدا بسجن على ضفاف النيل. منطقه سجون القناطر. منطقه سجون القناطر على ضفاف النيل ليه؟ كام؟ حوالي اكتر من 50 فدان. هل دي انا عامل طلب احاطه اول بيان على طول للسيد وزير الداخليه سيد اللواء المحترم وزير الداخليه المنطقة دي؟ بنقل منطقه سجون، ولا يعتبر انفراد من النائب حاتم عبد الحميد نائب القناطر الخيريه؟ بنادي منذ ان نجحت في مجلس النواب ان مفيش المفروض منطقه سياحيه تبدا بسجن. في شركه قبل السجن بس يعني البهوات هيزعلوا منك. ما يزعلوا يا فندم، يا فندم يزعلوا النزلاء قرايب البهوات. يا فندم بعد اذن حضرتك، منطقه تعرف ان المنطقه دي ما بيروحهاش الا يا فندم منطقه سجون القناطر المفترض ان السجن هو اصلاح وتهذيب مش على النيل، مش على ضفاف النيل. انا ما اعمل ده مكان فندق، فندق يشوف بقى يدير داخل على القناطر ازاي. القناطر حضرتك قلت ما يمنعش برضه ان انا اعمل اصلاح وتهذيب ونبقى على النيل. يعني لا يا فندم، لا يجوز سجن يبقى على النيل. منطقه سجون القناطر الخيريه هي تاريخ في القناطر الخيريه. انا بقول لحضرتك تاريخ، انا اتولدت، انا عندي 55 سنه اتولدت لقيت سجن القناطر في القناطر. لكن احنا النهارده في القرن الكام والرئيس السيسي المحترم عمال يقول التنميه و وازدهار الاماكن. يعني حضرتك تقدمت طلب حتى بنقل المنطقه دي شاء الله في منطقه صحراويه؟ نعم نعم. انا ما ليش دعوه اتنقل فين، ده مش شغلتي، ده شغله الامن ينقلوه فين، ده مش قضيتي. انما انا قضيتي ان مدينتي ما تبداش بسجن، مدينه السياحيه الجميله المحترمه دي ما تبداش بسجن. هذه الكم من الارض على ضفاف النيل الدمياطي تتعمل مزار سياحي عالمي، فندق كبير مستثمر يجي ايا كان. وانا زعلان من الوزيره المحترمه الوزيره سحر نص، قلت لها في القاعه الرئيسيه في مجلس النواب وانا قعدت جنبها قلت لها معالي الوزيره زوروني في القناطر الخيريه، ان هذه الوزيره المحترمه بنشاطها الجيد وادائها المتميز لو جت مدينه القناطر هترجع القناطر الى سابق عهدها. عزيزي الفاضل، انا ممكن القناطر الخيريه
ممكن أن على مسؤولية الكلام أن تساعد في الدخل القومي المصري. الرئيس السيسي يجوب العالم عشان نشط السياحة. طب أنت عندك سياحة داخلية بتكلفك 50 جنيه أنت وأسرتك، تيجي من القناطر، كان أيام مع محمود ياسين أستاذنا الممثل المحترم كان يجي يقول رحلة جميلة في القناطر، وكانوا يمثلوا فيها أفلام، وكانت القناطر في أزهى عصرها. إحنا ما عندناش خدمات خالص. أنت بتتكلم على 500 فدان، 520 فدان حدائق من أندر أشجار مهملة تماما الآن، صحراء جرداء لا ما فيها ما فيهاش لا زرع ولا ماء، ما فيهاش نشاط ولا واحد فيلو. ناس هناك بتشتغل في السياحه، بتوع الخيل، بتوع العجل، بتوع الموتوسيكلات، وانت معاك تقرير انا هتعرضه هتشوف الناس دي خلاص ماتت، ما بقاش في سياحه خالص في القناطر خالص، الى ان في نشم قاطره امل الان في هذا المحافظ المحترم. وانت عارف ان انا معروف حتى لا احابي احد، لانني نائب انا بسمي نفسي نائب شارع، لا شركات ولا مؤسسات، والحمد لله اتيتم. تجهز لنا التقرير يا استاذ ايهاب كده، ونزل لنا التليفونات علشان نعمل مشاركات مع اهالي الدايره ونشوف ايه المشاكل اللي موجوده عندهم، وجهز لنا التقرير بتاع القناطر. نجحت باراده شعبيه حقيقيه. انا موجود في القناطر الخيريه، مقيم في قريه الشرفة، ليس لي سكن خارجي، فكل مشاكل القناطر انا عايشها منذ ان كنت طفل حتى دخلت جامعتي وخلصت ودرست، وكل حاجه القناطر كانت متنفس الوحيد لسكان المحافظات. طب ده كانت الدولة. انا عايز دلوقتي وسيادتك نائب وممثل لا عن الدايره، قول لي هتعمل ايه بقى؟ ما دي مشكله موجوده. انا مش عايز اقول كانت من ايام محمد علي وكانت ما حد سائل فيه. انا عايز اقول بالفعل دلوقتي حضرتك اتقدمت بطلب احاطه، عملت ايه؟ قدمت رحت لمين؟ قابلت مين؟ في استجابه؟ مفيش استجابه؟ انا قلت لمعالي الوزيرة زوريني، الدكتوره سحر نصر زوريني 1-2 يعني مني ليها على طول، انا بعد اذنك دعوه من النائب حاتم عبد الحميد تزوريني، قالت لي من عينيا هزورك. وطبعا هي مشغولاتها الله يسهل لها، او ما انت عارف القناطر مش ممثله عند الناس دي حاجه، انما هم بيدوروا على حاجات اخرى. انما القناطر انا بقول على مسؤوليه الكلام ممكن ان تساعد في الدخل القومي المصري. الرئيس السيسي ناديته من برنامج المحترم قبل كده في جلسه في لقاء مع معاليك، والنهارده بقول له يا ريس انا بناشد حضرتك القناطر الخيريه لو بصيت لها هي تساعد حضرتك في الدخل القومي المصري سياحه. انا عندي هتشوف التقرير حاجات رهيبه جدا، القناطر ممكن فيها حاجات كتير. عندي شركة الري الأشغالات والري، شركة الري. قبل ما نروح لشركة الري والإشغالات، ما هي مقابل يعني السجن. يعني الأرض دي 50 فدان وده 50 فدان، حوالي قرابة 100 فدان على النيل. دي ملف فيه سرقة كمان، وفي ناس متحولة فيه للنيل. ده حاجات يعني تشوف. هم هي الشركة دي شركة تفعيل البند الثاني من قرار إنشاء الشركات القابضة للري والصرف بإسناد أعمال بالأمر المباشر. الشركة دي زمان كانوا بيسموها عندنا أبو ظبي والكويت. يعني اللي كان يشتغل فيها يقول لك ده راح الاعمال بره دول اوروبيه. ايه الفساد اللي موجود فيه؟ وايه السرقه اللي موجوده فيها؟ وايه المشاكل اللي موجوده فيها؟ لا انا اللي اعلمه ان ما فيش فيها يعني سرقه، بس متعسره. هي شركه متعسره، وهي شركه قابضه، شركه تخضع للشركه القابضه، واحنا عايزين نشغلها بالامر المباشر. طبعا دي شغله السيد المحترم رئيس الوزراء انه يديها اسناد اعمال بالامر المباشر، وهي دلوقتي عارضين الارض دي للبيع. الشركه نفسها عارضه الارض بتاعتها وما عليها من مباني للبيع. مساحتها قد ايه؟ مساحتها حوالي 6 فدادين او 5 فدادين. يعني 5 فدادين او 6 فدادين. طب تيجي نروح نشوف تقرير عن القناطر كده، ماشي هتشوف وكيف كانت منطقه تجذب جميع السياح من العالم. هتشوفها دلوقتي اصبحت مدينه للاشباح. هتشوفها دلوقتي هتبكي. الى ان اتى اللواء المحترم الوزير المحافظ محمود بيه عشماوي، وهو النهارده يمكن ثالث لقاء معايا، فعلا عاوز يعمل حاجه في القناطر. وزرنا 2 وزراء الاسبوعين اللي قبل اللي فاتوا عن تنميه القناطر الخيريه، لكن القناطر مش عايزه وزير ولا 2 ولا 3، ده عاوز رئيس الوزراء ينزل بالوزراء كلهم يخلوا القناطر الخيريه ترجع الى صدر. عندنا شركات من الامارات ومن الكويت ومن مستثمرين تستثمر. انت عندك جزيره بتتكلم عن منطقه 520 فدان بيحطها النيل من كل اتجاه، وممكن انت عايز مقومات للنجاح في مشروع سياحي زي كده، وعندك حاجة. انواع من الاشجار نادره مش موجوده في العالم كله. مواصلات فيه، ري فيه، صرف فيه، كهرباء فيه، فيها اقدم بيت رئاسه جمهوريه بعد عابدين والقبه. طب تعالى نطلع نشوف التقرير كده ونشوف ايه المدينه وصلت لازاي، او يعني ايه القصور اللي موجود فيها والعشوائيه اللي موجوده فيها، ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. We'll be right back.
احنا مدينه القناطر تعتبر اكبر مساحه حدائق مفتوحه في الشرق الاوسط. نادينا المسؤولين كتير وكلمنا كتير، محدش بيسال عن حاجه، حتى الكباري اللي موجوده من ايام محمد علي باشا خدتها وزاره الاثار، بعد ما خدت وزاره الاثار حالتها سيئه اكتر من الاول. احنا عندنا هنا في القناطر الخيريه اكبر حدائق على مستوى جمهوريه مصر العربيه، للاسف كلها مهجوره دلوقتي من قله الناس، وما فيش حد يجي، عايزين حد يجي يسوق المكان يعمله. المحافظه هنا بتيجي تبص علينا، املنا في المحافظ الجديد انه يعمل حاجه، المحافظ القديم جه بص علينا وجاب التلفزيون صورنا، ولكن للاسف ما عملوش حاجه. القناطر دي كانت جميله جدا، وكانت يعني بتاعت ناس البسطاء جدا، وكانت حاجه جميله، وبيجوا ذهب وعوده من زبيرو ومن الساحل من طريق النيل طبعا، وكانت دي حاجه كويسه جدا. اصبح حصل مشاكل في القريه، القريه دي كانت طبعا شاليهات وكازينات وكافيهات ومطاعم كتير جدا، بقى لها حوالي 9 سنين او 10 سنين راجل طبعا المستثمر فيها سابها، عقده خلص او حصل مشاكل مع الدوله وسابها ومشي، وهي دلوقتي زي ما انت شفت كده خراب خراب خراب. اول كان شغل وكان كله بياكل عيش، دلوقتي مفيش حاجه خالص، وقاعدين بس هنعمل ايه؟ ما هناش شغل ولا مشغله، 50 سنه وانا في الشغله دي هنعمل ايه يعني اكتر من كده؟ منطقة بالجمال ده وبالشكل ده الروعة ده تبقى مدفن للقمامة والحيوانات النافقة وحمامات سباحة موجودة للفئران، منطقة بالجمال ده مفيش مسؤول يحاسب عن ده؟ يعني انت عندك منطقة بالجمال ده موجودة في مصر كلها، بتحيطها المياه النيل من كل اتجاه، 520 فدان فيها من أندر الأنواع الأشجار اللي موجودة في العالم كله، وتتساب بالشكل ده وبتكلمنا على الاستثمار وعلى المستثمرين؟ ما عنديش ناس تجيب مستثمرين تفركها على منطقة زي دي، 520 فدان وتحطها مياه النيل من كل اتجاه، تبقى مقبرة للحيوانات النافقة؟ ايه ده يا سيادة النائب؟ ده حال مدينة القناطر الخيرية. الى ان اتى هذا المحافظ المحترم اللي هو محمود عشماوي اللي ايده في ايدينا بيساعدنا ان شاء الله نعمل حاجة في القناطر. لكن القناطر بدون وزيرة الاستثمار ووزيرة التخطيط ووزير السياحة اللي مش موجود خالص، كلام على مسؤوليتي، وزير السياحه ده مش موجود خالص. كوبري محمد علي لو اديته لشاب جامعي، شاب جامعي، وهوريك ان احنا جبنا السلبيات في فخر التقرير في ايجابيات، هوريك مستثمر شاب من القناطر بكالوريوس زراعه سافر السعوديه 17 سنه وجه عمل مشروع في القناطر متنفس الوحيد في اخر التقرير، هتلاقيه جميل جدا، هو نيو سيتي معمول على احد اهو شوف اهو في التقرير اهو شايف حضرتك اهو، ده نموذج الايجابيات. اذا زي ما في سلبيات. طب قول لي يا سياده النائب دلوقتي، سياده النائب نعم، احنا النهارده قدامنا مشكله كارثه زي كده، 520 فدان. ايوه 520 فدان. ايوه انت لازم تتحرك فيهم، ده دايرتك، ده دي لو انت قدرت ما قدرتش تعمل حاجه، لا حياتي دورتك الانتخابيه كلها، لا قدرت تشغل مكان زي ده، لا انت عارف مكان زي ده يشغل لك الشغل، لا حياتي انا بقول على مسؤوليتي، لا حياتي لمن تنادي، بحى صوتي، شوف طلبات الاحاطه في الجهات اللي قتل، هات احاديثي كلها في مجلس النواب في القاعه الرئيسيه من طلبات احاطه سياحة، صرف صحي بقاله 15 عام، 15 سنة في الأرض تاكل ما اشتغلش، في قرية في الوحدة المحلية بالمنيرة، والوحدة المحلية بسندبيس، والوحدة المحلية بمسوس وأبو الغيط. إيه السبب؟ مش عارف. أنا كنائب مش عارف، أروح للوزير يقول خلاص هيشتغل آخر الشهر، أبقى أجي للناس في اجتماع في عزا هيشتغل في شهر 6، هيشتغل في شهر 7، بقيت النائب الكذاب، بكذب على الناس والناس ما بقاش في مصداقيه معايا. بس انا زعلان منك، لاني بقى ما هو بس ده. انت لما تبقى نائب عن 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 دايره وتقول انا مش عارف، مش عارف مين اللي مش عارف؟ مش عارف تقلت. انت مش عارف انت في سلطتك ايه؟ انا عارف سلطتك تجيب الوزير وتجيب الغفير وتجيب الدنيا كلها وتقلب الدنيا بحالها. امال انا كمواطن لما سيادتك عضو مجلس نواب بتقول لي انا مش عارف؟ انا بصارح حضرتك بالحقيقه، اكذب على حضرتك اقول لك انا كله تمام وردي وتمام، الحاله سيئه وبالصوت والصوره. انا بقول لحضرتك انا اكتر نائب عملت طلبات احاطه، اكتر نائب عملت اسئله، ومفيش حياه لمن تنادي. الوزيره قلت لها في القاعه عشان خاطري خليني اخ ليكي وتعالي زوري القناطر الخيريه، وزير السياحه اللي مش موجود الكوبري بتاع محمد علي ده
لو انت عملته الصبح مشايه قلت الوزير اعتبريني اخ ليك. اه وهي موجوده تكذب، تعالي زوريني في القناطر، حضرتك زوريني في القناطر هتلاقي ماساه. ده انت بتستجديهم المدينه بقى. السياحيه الجميله دي يا فندم لو نزلت الوزيره دي معايا هتجيب مستثمر خارجي هيخلي القناطر باريس الثانيه وببلاش، ما انتش دافع حاجه، والارض بتاعتنا الناس عندنا. هي المنطقه دي مش مصنفه منطقه سياحيه؟ ما هي سياحيه، ده نازله على الخريطه السياحيه العالميه. طب ايه وزير السياحه مش موجود ولا مش موجود خالص خارج الخدمه؟ ده في كباري اسمها كوبري محمد علي، اديني نبذه بس ثانيه حضرتك اوصل المعلومه عشان المشاهد كمان اللي بيسمعنا. كوبري محمد علي ده مزار سياحي واتعمل ان هو السياحه خدته، صرف عليه بقى كام؟ ترميمات ملايين. طب ايه الكوبري دلوقتي؟ معمول ايه؟ مبواله. يا باشا اتكلم على مسؤوليتي، هو انا بقول انا مقصر؟ انا بقول لك انا النائب وبقول لحضرتك الحقيقه. مبواله، اسف اعزكم الله، مبواله بالليل الشباب يشرب كذا الحاجات الوحشه. الكوبري ده لو اتقفل من هنا من هنا واتعملت المشاه، لانه هو كوبري دلوقتي بالرجل، لان ما حدش بيعدي عليه بعربيات، هو كله بالرجل مزار سياحي. وواحد شاب جه من الشباب المحترم بتوعنا اللي غاوي يعمل استثمار وقفل الكوبري من هنا وهنا، ده في شاب قابلني قال لي ادوني ب 100,000 في الشهر، ب 100,000 ايه اجره؟ اجره. قال لي هجيب خمس ترابيزات على الجنب ده وخمس ترابيزات على الجنب ده، وهشتغل على الناس المحترمه اللي هتيجي تشرب كوبايه شاي على النيل بالليل في قلب النيل. انت قاعد تشرب شاي او حاجه ساعه. لو كان محمد علي يعرف ان الكوبري اللي هو بيعمله هيتعمل فيه كده كان عمل لهم مذبحه القلعه دلوقتي. كان عمل لهم مذبحه القلعه. ثانيا الاهم من ذلك، كوبري القناطر الخيريه من سنه 39 ما اتبناش كوبري عليها. من 39 اخر يافطه بتاع الملك فاروق هتلاقيها عند الشرطه العسكريه على يمينك. كوبري الملك فاروق. النهارده كان عدد السكان كام والنهارده كام؟ مفيش تنميه خالص في القناطر. ولذلك الرئيس المحترم الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل مؤتمر الشباب معانا وحضرنا معاه في اسوان، وعمل مؤتمر الشباب في اسكندريه. انا بنشده النهارده يا سيد الرئيس المحترم عبد الفتاح السيسي، احنا نواب من شعب مصر وبنعشقك، اعمل المؤتمر الشباب الجاي في القناطر الخيريه. مؤتمر الشباب القادم يكون في مدينه القناطر الخيريه. انت عند حضرتك اكبر بيت رئاسي بعد عابدين والقبه. وكلام المفروض ما اقولوش انا، حضرتك اعلم مني. بيت على مساحه 100 فدان من اجود انواع الارض ومن اجود انواع الاشجار، وكان الرئيس المحترم الراحل الرئيس السادات لا يتمتع الا بالقناطر الخيريه ولا يقضي اجازاته الا في القناطر الخيريه. نظره من معاليك، وانا اعلم ان مسؤولياتك شديده وجسيمه، اناشدك وانا نائب عن الشعب، القناطر الخيريه يا معالي الرئيس، القناطر الخيريه. وبشكر حضرتك اديتني مستشفى ب 300 مليون جنيه دقوا يجي 10 مسامير وعملوا اعمال 5% والفلوس مش عارف راحت فين. وهناك لواء عمال اكلمه يقول لي هنشتغل الاسبوع الجاي، الاسبوع اللي بعده. حتى الان المدينه السياحيه يا فندم يا معالي الرئيس، المدينه السياحيه الجميله ما فيهاش مستشفى تخدم اربع محافظات. يعني لو حصل لا قدر الله عندنا قطر وقع او حصل اي مشكله عندنا في القناطر، مش هنلاقي مستشفى. اقرب مستشفى لينا النيل يا فندم، النيل على بعد 28 كيلو مؤسسه شبرا الخيمه، وجنبي بنها حوالي 28 او 30 كيلو. القناطر الخيريه يا فندم ما فيهاش خدمات خالص يا ماهر بيه، نهائي ما فيش فيها خدمات. الى ان اتى هذا المحافظ وانا لا احابي احد عشان يقولوا ده اللي بيشكر في المحافظ، اللواء محمود عشماوي، يعني رجل فاضل، الرجل المناسب في المكان المناسب. وعدنا معاك اجتماعين دلوقتي وده الثالث اللي جاي، لان هو بقاله كل قرابه شهرين ثلاثه ان شاء الله ناوي يعمل حاجه في القناطر. لكن انا جاي اقول له ايدي في ايدك يا معالي الوزير، نجيب وزير الاستثمار ووزير السياحه ونرجع القناطر الخيريه الى سابق عهدها ولو 10%، ولو 10%. ما عنديش خدمات نهائيا، لم يبنى كوبري على النيل، لا يوجد مستشفى عام في القناطر، صرف الصحي ما فيش. انا عندي قريه التيفوت في 2010، عندي قرى مركز القناطر الخيريه كلها عايمه على ميه. انا عندي قريه البرادعه بتاع التيفود دي بيسموها في البلد عندنا في دايرتي الصين الشعبيه. انت سميتها قريه التيفود؟ ما هي قريه التيفود في 2010، ما هي مطلق عليها من ايام الرئيس السابق قريه التيفود في 2010، وامر ساعتها الرئيس السابق ان يغير الشبكه كلها بتاعه الصرف على حسابه الخاص، على حساب رئاسه الجمهوريه يعني، وما اتغيرتش. اتعمل ساعتها حاجه اسمها تسكين، او لبس العروسه تبقى عروسه، البوصه تبقى عروسه، وما اتعملش حاجه. وما زالت البرادعه انا بعاني كل يوم فيها، وما زال فيها تيفود وفيها امراض كثيره جدا، وما زال الصرف الصحي اللي امي وزير الصحه في ايه من الكلام اللي حضرتك بتقوله؟ عندها 85 سنه ما عملتش، و70 سنه ما عملتش طلب احاطه ليه وزير الصحه؟ وزير الصحه ما فيش الاساس مستشفى، وزير الصحه هيعمل ايه؟ وزير الصحه عارف ان المكان، يعني انت بتكلمني على المكان بالجمال ده ما فيهوش مستشفى؟ ما فيهوش مستشفى يا فندم، انا على كلامي على مسؤوليتي، مستشفى متهالك من سنه 32 بيخدم كام الف نسمه؟ لا لا، اكتر من 5 6 مليون نسمه.
انت بتقع في بلاش اهل القناطر، شوف الطريق ده معدي على المنوفيه قد ايه، وعلى القاهره قد ايه، وعلى الجيزه قد ايه، وعلى المحافظات الاخرى قد ايه، 5 محافظات. انت من القناطر تخش اسكندريه، انت من القناطر تخش طنطا، انت من القناطر تخش جميع المحافظات. بس انت شكرت الرئيس السيسي دلوقتي وقلت انا بشكر الرئيس السيسي طبعا انه بداوا الشغل فيها وبعدين توقفوا. ما انا بنشده اهو، بقول له يا ريس انت اديتني 300 مليون جنيه وقلت اعمله مستشفى للنائب الغلبان ده، وانا بحى صوتي في المجلس وعيطت قدام الرئيس علي عبد العال، قال لي حاتم صدعتني من القناطر وعمل لي خلاص خلاص انا عرفت الرساله وصلت. والى الان المستشفى بص يعني نزل 300 مليون جنيه وانجاز ليا لوحدي مع ربنا سبحانه وتعالى، مبلغ كبير ومحترم جدا، ونزل حديد واسمنت، قلت الحمد لله خلاص هتشتغل المستشفى، خلاص هيبقى عندنا مستشفى. ومستشفى ايه؟ على 6 فدادين، يعني ممكن تكبر ده مجمع طبي مش مستشفى، مجمع طبي تبقى عام عالمي. وعندي قلت منطقه جنه متبرع، حاكم الشارقه وقال مدير مكتبه اسمه الشيخ محمد بن راشد حاكم الشارقه، وقال هنعمل على روح شهيد من قريه قرنفيل مركز سموم ومركز حروق، ما عندناش الكلام ده ناقص في الاجوبيه خالص، وقلنا يمكن ضعيف شويه في القاهره واحنا من قربنا هيخدم. وبرضه لا حياه لمن تنادي، جبت موافقه رئيس الوزراء وجبت موافقه وزير الصحه على اقامه التبرع في مدينه القناطر الخيريه، وخلاص الرسومات بتجهز، ومعالي المحافظ قال خلاص بنكتب الجوابات لسمو الشيخ عشان يبعت لنا الاعتماد على روح المرحوم المغفور له. انت عندك محافظ نشط قوي، محافظ العشماوي، راجل شغال جداً. وانا اتقابلت معاه اكتر مره، كان من الناس اللي هو بصراحه يعني المشروع، انا مش عارف سايب منطقه سياحيه انا زي كنت اتقدم زي منطقه انا هقول لحضرتك على حاجه، انا كنت بتقدم باستقاله في المجلس الى ان اتى هذا المحافظ، انا غيرت رايي لما شفت المحافظ ده واداؤه بامانه، وانا لا احابي احد وانت تعلم ذلك عني، لا احابي احد، لكن هذا الرجل فعلا رجل محترم وعايز يعمل حاجه. يعني الاسبوعين اللي فاتوا جاب لنا وزيرين، جاب وزير الزراعه الرئيس المهندس عبد المنعم الدكتور عبد المنعم البنا، وكان معاه وزير التنميه المحليه، وقالوا شوف القناطر وزعلوا جدا، وقالوا هنبدا، والوزير الزراعه اللي هنعمل قريه منتجه. انا بناشد من قناه مصر الزراعيه يا سيد وزير الزراعه دكتور عبد المنعم البنا، دكتور عبد المنعم البنا، انا ما عنديش مدرسه في الشرف في بلدي، بلدي الفصل في 120 عيل، تخيل في الحر ده لما ابنك يقعد في 120 عيل فصل في 120 طالب، وعندي ارض تبرع بها ورثه المرحوم عبد الرحمن منصور سراج الدين، والارض موجوده، وحضرتك قلت لا الارض خارج الكتله السكنيه، طب ما هي الارض لازم تبقى خارج الكتله السكنيه، هي الارض الزراعيه فين؟ وانا هبنيها هاخدها ليا؟ لمدرسه حكومه، راجل تبرع بيها رحمه الله عليه، ولاده تبرعوا على روح والدتهم ووالد والدهم، نقول له شكرا، وادانا الارض وادانا القرار بتاع الارض وموجود في مجلس مدينه القناطر، وكلمنا الابنيه التعليميه وافقت على البناء، وجاء وزير الزراعه السابق مش الحالي عشان ندي الناس حقها، قال الارض خارج الحيز، لما الارض خارج الحيز الى ان اتى رئيس الوزراء وقال لهم المنافع العامه وافقوا، وافقوا فين بقى؟ مدرسه الشرفة فين لغايه دلوقتي؟ في الادراج، مش عايز تطلع من الادراج بتاعتكم، مش عارف نعمل ايه؟ يعني الكارثه في القناطر الخيريه، ان كانت البلد دي انتوا بينكم وبينها وبينكم حاجه كحكومه مش باصين لها، يعني احنا مزعلينكم في حاجه قولوا لنا نعدل من وضعنا ده، انتوا مش عايزين تعدلوا من وضعكم، يعني انتوا حاسبيننا ان احنا مش بشر معاكو، احنا مش ناس؟ هل المدينه السياحيه دي لا مستشفى ولا مكان ترفيه للناس اللي ممكن يجي اي واحد من اي دوله، الناس بتسافر مصايف تتبهدل وتيجي وبيسرقوا ويتبهدلوا، امن مكان القناطر الخيريه، وب 50 جنيه هيعمل يوم هو اسرته وياخد ولاده ويروحوا مكان امن وامان وجناين محترمه. بقت ايه دلوقتي الجناين لو شفتها؟ ده مكان يبقى عنوانه الرئيسي اهدار المال العام يا فندم، لما يبقى عندك 520 طيب. فدان على ضفاف النيل، ما دمت تتحدث ويبقى بالمستوى ده ويبقى مدفن للحيوانات النافقه بالشكل العام. ده طب خد بلاغ للنائب العام من نائب الشعب ومن نائب القناطر علني اهو على مسؤوليتي، بلاغ للنائب العام في ده قلت اهدار المال العام، اول اهدار مال عام على كوبري محمد علي، قالوا هنعمل هنا حاجة اسمها مينا، هتيجي من دمياط تخش القناطر، اهلا وسهلا، يبعت لنا عيش السياحة وتعمل، اتصرف فيها كام دي؟ 187 مليون جنيه. المينا دي محمد علي وهو بيبني الكباري دي كان عامل تحت، اهو كلام بقى اكتر حاجة اهو بقى على مسؤوليتي انا بقى كلام على لساني، كان عامل حاجة تحت المهندسين الأجانب كانوا عاملين ايه؟ رصاص تحت في المية عشان الرصاص يمنع زبزبة الكوبري يقوم الكوبري ما يقعش. طب هنستأذنك ناخد سيادة النائب الدكتور محمد عبد وكيل لجنة السياحة. دكتور محمد ازاي حضرتك؟
اهلا يا ماهر بيه، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب يا سياده النائب. معايا النائب حاتم عبد الحميد، زعلان منك قوي، وزعلان من وزيره السياحه، وزعلان من وزيره الاستثمار، من وزير السياحه وزيره الاستثمار، وزعلان من الدنيا بحالها، وبيقول يا سياده النائب عندي 505. طب هحاول تتصل عليه تاني. نكمل. 187 مليون جنيه كانت في رصاصه، شوف الخبره وشوف الهندسه، كانوا بيعملوا رصاص تحت الارض تحت الكباري قبل ما تتبني، عشان الميه الهدرات بتاعت الكوبري ما تفورش تاكل الايه؟ الكوبري يقع. راح جاي المقاول واخد المينا يفعتها، بقى يلاقي رصاص، بقى يشيل طبعا الرصاص في قلب الايه؟ في قلب الانقاض، بقى زمانه بقى ملتي ملياردير وفور الكوبري. طب نستاذنك ناخد سياده النائب. سياده النائب ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. يا سياده النائب انا معايا النائب حاتم عبد الحميد عضو مجلس النواب عن دائره القناطر، زعلان منك وزعلان من وزير السياحه وزعلان من وزيره الاستثمار وزعلان من المحافظ وزعلان من الدنيا بحالها، وعنده منطق حقيقه، بيقول لي 520 فدان في القناطر، مزار سياحي عالمي. النهارده بقى مدفن للقمامه والحيوانات النافقه، والمفروض اللي يتحاسب فيها مسؤولين لما يبقى عندي مكان زي كده بتحيطه مياه النيل من كل اتجاه ويتساب بالشكل ده، وانا بدور على استثمار وعلى فرص عمل للشباب. 520 فدان يا سياده النائب. ايوه، هو يعني المشكله مش في وزير السياحه ومش في لجنه السياحه، المشكله ان احنا لا نقدر ما نملك من اثار ومزارات سياحيه، ما عندناش الثقافة، أو كان عندنا ثقافة والثقافة دي قلت. المشكلة في إن إحنا محتاجين تثقيف الشعب أولا، تثقيفه وتوعيته بما نملك من آثار ومتاحف ومزارات في المقام الأول. إحنا طالبنا في البرلمان، او انا طلبت ان تبقى السياحه دي ماده ضمن المنهج الدراسي، عشان نفهم الناس ونثقفها ونوعيها بما نملك. هذا اللي انت بتقول عليه دي حاجه محزنه جدا، شانها شان منطقه الاهرام، شانها شان منطقه العالمين، الحاجات التاريخيه اللي عندنا واهملناها وما اديناهاش حقنا. ده مش مشكله وزير السياحه، مش هيقدر يعمل حاجه وزير السياحه. طب مين اللي هيقدر يا سياده النائب يحل مشكله زي كده؟ لازم احنا كشعب نتعامل مع السياحه كقضيه قوميه. سياده النائب بيقول لك الشعب ماله. السلام عليكم يا محمد بيه. السلام عليكم. السلام عليكم يا سياده النائب. يا اهلا وسهلا معاك يا زميلك وحبيبك النائب حاتم عبد الحميد. الشعب ماله يا فندم؟ شعب القناطر مثقف جدا، شعب القناطر واعي جدا، لكن الكباري اللي حضرتك مسؤول عنها، مش انت حضرتك يعني، لا كوزير السياحه، كوزير السياحه نعم، الكباري دي كباري محمد علي تخضع له مباشرة. مباشرة. ايوه. في ايام الانفلات الامني في قنبلتين كانوا اتضربوا كده في اول الكوبري من ناحية المناشي. عملوا فحر، روح شوف الفحر، شوف احنا لغاية دلوقتي مفيش واحد حتى رممها. يبقى فين السياحة بقى؟ صرفت معاليك بقى، صرفنا معاليك. انا ما بتكلمش على سيادة النائب، انت زميل فاضل وانا اقدرك، ما بتكلمش كلام لمعاليك انت. صرفنا كام في السياحه؟ انا فاهم. صرفنا كام معاليك يا محمد بيه في السياحه؟ وكباري محمد علي اللي مزار سياحي عالمي معموله مبوله. ايوه. يبقى تقول لي حضرتك السياحه مالهاش دعوه؟ امال مين اللي مالوش دعوه؟ يعني احنا مش الدوله لا تعطي السياحه الاهميه طيب الكاملة. يبقى حضرتك ما تقوليش بقى شعب، ثقافه شعب. يا سيدي احنا كلنا مسؤولين. احنا كلنا الدولة لا تعطي السياحة حقها، احنا السياحة لازم هي المخرج الوحيد للخروج الاقتصاد المصري من ازمته، انما احنا مش مقدرينها. وزير السياحة دي قضية يجب ان نتعامل معها. سيادة النائب وزير السياحة يزور القناطر مرة، يزورها مرة، بقى له كام سنة وزير؟ انا ما اسمعش، ما اعرفش اسمه ايه. بيقولك لغاية عندك واجيبه واجي يا فندم، تعزمنا هناك عندكم يا فندم خدامك، يزور القناطر ويشوف الكباري ويشوف يشوف منطقه الجناين بقت ايه؟ لا مزار سياحي عالمي. دي حاجه محزنه جدا. وحضرتك شوف التقرير معانا هتزعل، وانت الجيل المحترم اللي يمكن زار القناطر وهو طالب كانت ايه ودلوقتي بقت ايه؟ القناطر بقاء لله في القناطر.
لا. احنا بنحتضر في القناطر الخيريه. هو سيادتي ده انت ما تقدمش طلب حتى ليه وتجيب سياحه يا فندم؟ تقدمت والله وتجيب الناس وانت سيادتك انت بتشتكي شويه والله زيك زي المواطن العادي. والله تقدمت. طيب يا سعاده بالله محمد بيه عارف تقدمت. اعمل اعمل يا محمد بيه ما سمعتنيش يا فندم بعد اذن معاك يا سياده النائب ما سمعتنيش في القاعه والرئيس علي عبد العال بيقول لي يا حاتم خلاص زهقت من القناطر خلاص وصلت الرساله القناطر المدينه السياحيه ما قلتش جاي في المجلس يا جدعان الساده النواب الزملاء الاعزاء الحقوني لو متصور على اليوتيوب وشوف. طب ادي سياده النائب بقى فرصه يرد. اتفضل سعاده الباشا اعمل طلب احاطه وحوله لجنه السياحه. حاضر يا فندم. واحنا اوعدك ان احنا نتخذ فيها قرار ونروح نزور المكان على الطبيعه ونتخاطب مع المسؤولين ونحل الموضوع ده لان الموضوع ده مش يهم القناطر دي كلنا واحنا طلبه. أيوة. كنا بنروح نتفسح ونقضي فيها يوم. نعم. سياده النائب سياده النائب سياده النائب انا اعرف ان حضرتك مهموم جدا بالملف السياحه. نعم. قول لي الخريطه السياحيه في مصر عامله ازاي دلوقتي وبنشتغل عليها ازاي في الايام اللي جايه واحنا عندنا مشاكل كتيره جدا. السياحه دي من اهم المصادر اللي بتجيب لنا عمله صعبه وممكن تشتغل من الصبح لو عايزين تشتغل من الصبح لو احنا حطينا خطه تسويقيه محترمه داخل مصر وخارج مصر ما بقاش شغال على دوله زي روسيا تحصل لي مشكله زي الطائره اللي حصلت في شرم الدنيا كلها تنهار عندي. ايوه مظبوط. هو الحته اللي انت قلتها الموضوع التسويقي. نعم. نحن نملك كل مقومات السياحه ونملك اهم الاثار السياحيه ولكن لا نملك العقليه التسويقيه. نعم. مش عارفين نسوق اللي عندنا. صحيح فهمتني هذه هنا صح المشكلة. عندنا كنز لا نسوق. اتفضل يا سياده النائب. اتفضل يا سياده النائب. ايوه يا فندم اتفضل حضرتك. بقول لحضرتك التسويق. نعم. احنا ينقصنا التسويق. احنا مش عارفين نسوق للعالم الخارجي ما نملك. احنا عندنا اهم اثار العالم، عندنا الجو المعتدل طول السنه، عندنا الموقع اللي متوسط كل القارات، وعندنا بحر الابيض 1300 كيلو حتى هذه اللحظه لم يستغل لغايه الوقت اللي بكلمك فيه. طب احنا هنستغله امتى واحنا في مشكله كبيره، مشكله اقتصاديه كبيره، مشكله في العمله، مشكله في كل حاجه، هنستغل المعالم السياحيه دي فين يا سياده النائب؟ هنستغله امتى؟ يعني انا طالبت بان الرئيس السيسي يتولى بنفسه ملف السياحه. كل حاجه ودي مش بدعه. كل حاجه. الجنرال فرانكو في اسبانيا تولى هذا الملف بنفسه وخلق من اسبانيا دولة رائدة في مجال السياحة بتدخل 80 مليار دولار في السنة. رقم مهول. عندي شواطئ أكثر من أسبانيا، عندي تاريخ أكثر من أسبانيا، عندي آثار أكثر من أسبانيا. لو إحنا تضافرت الجهود وخدنا ملف السياحة ده على الأعلى مستويات يعني في يكون الرئيس مسؤول عنه أنا أعتقد كل الوزارات هتتضافر وهنخلق من السياحة حاجة كبيرة في مصر تدخل أكتر من أسبانيا تدخل 100 مليار دولار في السنة. وعندي مستثمرين يستثمروا في القطاع السياحي كويس جدا لأن أنت عندك قطاع مش هيكلف المستثمر. ما عندكش العقلية التسويقية ما تعرفش تسوق. فمحتاج شركات عندها الخبرة في ده تنمي لك المناطق والمعالم السياحيه اللي عندك. سياده النائب المحترم محمد عبده وكيل لجنه السياحه في البرلمان انا بشكر حضرتك جدا على المداخله معانا. نرجع تاني الملف ملف عندنا من ملفات المهمه جدا وهو جزيره الشعير بالقناطر. وانا هقول جزيره الشعير بس هقول لك الحته بتاعه الفساد المالي اللي حضرتك قلت عليه. اتفضل. صرف 200 مليون جنيه او 187 مليون جنيه على حاجه اسمها ميناء القناطر الخيريه الجديد اللي هيربط دمياط بالقناطر. مفيش فرخه مشيت فيه. فرخه؟ اه علما ان الرصاص اتسحب منه بمليارات. رصاص ايه؟ رصاص تحت الكوبري. ما انا قلت لحضرتك لما جت الكباري دي تتبني بناها الانجليزي ومحمد علي. ومين اللي سحب الرصاص ده؟ المقاول بقى اللي كان واخد المشروع. وسحبه ازاي؟ ما سحبه ازاي؟ بقى يفحت باللودر بالبتاع بتاع الجراف ده ولا الكشيك اللي بيفحت الارض يطلع رقع كده حلوه ما اعرفش ايه اللي انا الفها بقى في التراب دهب طالع. لان الكباري كانت معموله على رزراز من الرصاص حتى الميه تبقى فيه ذبذبه في الميه ما تاكلش الكباري ده حاجه هندسيه عالميه. فاخدوا وباعوا. ده اكيد هم اللي هيدي فين؟ يعني انا بكمل لك الفساد المالي اللي اتعمل في المكان. ده كان امتى من السنه؟ وضر الكوبري معموله بلا جرب خمس سنين ست سنين. مفيش فرخه مشيت فيه. فرخه مشيت في
من اربع خمس سنين يعني ده فتره قريبه قوي. في المينا ده اتصرف 137 مليون 187 قرابه ال 200 مليون. اداره مال عام علني اهو في بلاغ النائب العام اللي عمل ده يتحاسب عليه. اللي عمل ده انا رايي يتضرب في ميدان التحرير بالنار يموت اعدام لانه اهدر مال عام وبوظ كوبري اثري وممكن الكوبري يقع في اي وقت وما عندناش بديل اللي هو الكوبري اللي معدي من قدام الشرطه العسكريه الى مركز شرطه القناطر الخيريه اللي هو بيعدي على اربع محافظات. ده هو ده المحور الرئيسي. هو ما فيش في عندكش غير تنميه في القناطر. اذا الكوبري ده هو كله ما بيجيش 3 4 متر لو وقع بعد الهزه اللي جات له دي من 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 فحت المينا السوداء علينا دي لو الكوبري ده وقع. يعني انت عايز تقول لي ان الكلام ده اتعمل بدون دراسه؟ والله انا بقول لك انا مسؤول عن الكلام اللي انا بقوله. هات اللي مهندس اللي صمم واللي فحت وقول له انت عملت المينا ازاي. انت بتتكلم عن كارثه. هات المينا دي عملتها ازاي؟ شريان بيربط اربع محافظات. انت عملت المينا دي ازاي؟ قول له انت عملتها ليه؟ واتعملت ازاي؟ ولصالح مين؟ وفين مش هقول لك اسطول، بقول لحضرتك فرخه احنا بنسميها في البلد. طب وانت ست النبي ما بتجيبش الناس دي وتسالها ليه زي ما انت بتعمل؟ يا فندم التساؤلات اللي حضرتك بتسالها لي ما بتجيبهمش ليه في البرلمان وتسالها؟ مش دور الرقابي؟ مش هو الدور الرقابي؟ تقدمت وهو منظر في اللي جاي هينزل ان شاء الله وناقشنا في اللي جاي. طب انت عارف طريق ابو الغيط القناطر من مجلس مدينه القناطر للدائري كم كيلو؟ 14 كيلو بناخدهم في ثلاث ساعات رايح وثلاث ساعات جاي. ايه المشكلة؟ وجبت مدير المرور والسيد مدير الامن قال لمدير المرور روح مع النائب ولفينا في رمضان وعمل مفيش مشكلة مفيش طريق بديل. طريق البديل قال لك اعمل كوبري بدل ما كان الاول بنحط مواسير. نزل التليفونات يا استاذ ايهاب وافتح المشاركات. بدل الاول ما كنا بنيجي نردم اللي هي اسمها التغطية بالمواسير وزير الري قال لك لا ما هو بص من ضمن الفساد اصلا وزير الري ده اللي عنده الشركة اللي عاوز يتحاسب عليها برضه واهدار مال عام فيها. شركة ست فلاديين ارض فيها اكتر من 7000 عامل معرضين دلوقتي ما بيقبضوش ومعرضين بالانهيار. شركه منهاره متعسره. عندهم ارض في 6 اكتوبر. عندهم ارض فين؟ في 6 اكتوبر. بيع ارض الشركه بالمزاد العلني في القناطر الخيريه على ضفاف النيل وعندي ارض اخرى تتوافر مساحه اخرى بديله في مدينه 6 اكتوبر. والشركه دي تاخد حاجه بالامر المباشر من رئيس الوزاره ترجع لسابق عقدها. ما دي شركات حكوميه اللي احنا بنادي عليها. زي الادويه. قطاع الادويه ما دام انا عضو لجنه الصحه انت النهارده تخليني اقول كل حاجه مع عليك. زي الادويه زي الادويه الادويه القطاع الخاص بي 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 وبرضه رساله الرئيس السيسي القطاع الخاص في الادويه متحكم فيه 96% من السوق من السوق. يبقى ال 4% ولا 14% ولا 20% في القطاع الحكومي يعملوا ايه؟ فين الشركات بتاعتنا؟ فين خط ال ده ملفك بقى لازم فين خط الانتاج؟ لازم تكلمني فيه بكلمنا في لجنه الصحه فيه وتقول لي ايه السلبيات والعلاج خط احمر. ثانيه واحده عليها يا ست النائب اتفضل خدنا على قد عقلي كده. لا يا باشا تحت امرك اتفضل. دلوقتي ده ملفك. نعم. لما تقول لي 96% قطاع خاص قطاع الخاص متحكم في السوق انا بقول على 4% وانا بقول كلام بس قول لي ايه السلبيات وايه الايجابيات عشان الناس تستوعب. لابد من انشاء الهيئه العليا للدواء المصري. لازم هيئه تتحكم في الدواء المصري عن طريق شركات القبضه. يبقى الجيش يقوم يعمل لنا مصنع كبير زي الاول. طب ناخد الاستاذ عصام من القناطر الخيريه معانا ونكمل تاني. اتفضل استاذ عصام. اتفضل استاذ عصام. السلام عليكم يا باشا. اتفضل يا استاذ عصام. مع حضرتك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ عصام؟ ازي حضرتك يا فندم؟ معايا سياده النائب حاتم عبد الحميد عضو مجلس النواب على الدائره عندكم. اتفضل. بنشكر سياده النائب حاتم عبد الحميد انه بيصير قضيه جامده جدا في القناطر الخيريه. احنا بنشكره على انه اشار القضيه ديت. وكمان انا من احد العاملين بشركه الري. نعم. فانا بشكره انه صار هذه النقطه. وفعلا هو المدينه مهمله من اكثر من عشرات السنين. واحنا بنشكره على هذه المداخله وارجو الاهتمام بمدينه القناطر الخيريه. خلينا انت هتاخد المداخله كلها. شكر. انت قول لي عندك مشاكل ولا ما عندكش مشاكل؟ هو موظف في الشركه. عندنا مشاكل يا فندم. ايه المشاكل اللي عندك؟ ما عندك عضو مجلس النواب قاعد بيسمعك اهو. انت جاي تشكره ولا جاي تتكلم على المشاكل؟ لا بنتكلم على المشاكل. قول لي بقى اول مشكله عندك ايه والطالب النائب بحلها ايه؟ اولا مشكله المستشفى الصحي اللي قال عليها يا فندم بالوحده المحليه بالمنيره. دي اهم مشكله وهو عارفها طبعا هو من قريه. ايه المشكله اللي عندك في شركه الري والفساد اللي عندك في الشركه؟ لا احنا ما عندناش فساد يا فندم. شركه الري متعثره. ايوه صح. متعثره شركه متعثره. طيب طلباتكم من النائب ايه؟ عاوزين ناخد يعني شغل بالامر المباشر. ايوه من وزاره الري يا فندم اللي هو الهدف الاساسي اللي منشئه من اجل شركه الري. يعني طب خليك معايا بقى واسمع سياده النائب هيقول ايه على المشكله. ازيك يا استاذ عصام؟ يعني وزير الري
بيدي مقاول، مقاول من تحت الترابيزه. طب ما تدي شركتك الكبيره المتعثره. لا استنى 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 بالراحه عليها يا فندم، انا بخافش، انا بقول لحضرتك. يعني بيدي مقاول من تحت الترابيزه؟ يعني المقاول الشركه دي شركه بتبني توشكا، بلد توشكا، وبلد السد العالي، وشغاله في السد العالي وفي توشكا وفي ري الطوخ وفي ري الاليوبيه وفي ري وشركه بتاعت الوزاره، وشركه بتاعت الوزاره اسمها شركه الري الموارد الاشغال. اسست الله ابو سهلنا في تعمير سينا، وتعمير سينا والنهارده وهي اللي كانت بتفعت، وهي اللي كانت بتفعت في سينا في القناه الجديده مع الرئيس السيسي، شركه عملاقه. ما قابلتش الدكتور محمد وزير الري؟ كانوا بيسموها يا بيه، يا بالمي يا بيه. هقول لحضرتك كلام بصوت وصوره على مسؤوليتي، وانا خايف. انا بقول لحضرتك كل ده اللي عملت فيه طلبات احاط، انا للاسف انا ما جبتهاش معايا صور، كنت اوريها لك. الشركه دي احدى شركات الشركات القابضه الثلاثه. الشركه دي لو خدت اسناد من الامر المباشر من وزير الري هتبقى 100 100. انما هم في حاجات يا باشا، بص مش فاسد مصر غير اربع وزارات قلت لك عليهم، اقول لك عليهم تاني ولا فاكرهم؟ لا فكرني بيه. طيب الري والتموين، التموين دي كارثه، هقول لك عليها. عندي في مدينه ابو الغيط كارثه، انا هسيب الشركه دي دقيقه. انا عندي في ابو الغيط 1200 بطاقه تموين، وبقول للوزير صديقي المحترم الدكتور علي مصلحي، وريت تجيبه على التليفون. حضرتك وزير التموين كان نائب زميل ومحترم، واحنا كلنا سقفنا له 5 دقائق او 7 دقائق لما جه وزير. مش دي اللي مجموعه من الاشخاص استولوا على 1400 بطاقه باين؟ ده وزير التموين. بقول له انا بقول له المشكله اهي، قريه ابو الغيط، قريه دي مش قريه، دي المفروض تكون مدينه شاسعه من شبرا الخيمه لغايه نص القناطر. ابو الغيط عملت ايه؟ في تاجر تموين هناك، ولد جه من البلد انا ما اعرفوش، لكن هو قال لهم انا هجيب لكم العيش والتموين لغايه البيت. الناس الفلاحين اهالينا بسطاء جدا، انت مش عاوز بقى بنتك تخرج وانا بنتي وانا في الشغل، بدي له يا ولية البطاقه عشان يجيب لنا العيش والتموين. الواد جاب 3 شهور العيش والتموين على لسانهم، ومعمول محاضر في الشرطه في مركز شرطه القناطر بالكلام ده. 1200 محضر. 1200 محضر؟ ايوه كلام موثق. انا بقول كلام انا هتسال عنه، وانا مش عارف. ده ملف خطير جدا. ده اداره مال عام. لما تقول لي 1400 بطاقه، ده اداره مال عام، وتاني بلغ للنائب العام 1200 بطاقه. ده الواد صرف يوم بقى قد ايه بقى؟ ولا الواد المسؤول ده طبعا ده معاه واحد في الشركه، اوعى تقول لي معاش واحد في الشركه بتاعت المكن. ده دي منظومه الرقابه الاداريه تنزل على الكلام اللي انا بقوله دلوقتي، هتجيب قضيه كبيره جدا. فساد كبرى دي في بلد في محافظه، ما بالك بقيه المحافظات. الاستيلاء على 1400 بطاقه تموين في قريه ابو الغيط. ايوه عاوز الناس اجيبهم لك هنا، اجيب لك ال 1400 هنا طابور واحد ويسجلوا معاك، يا اما سعادتك ابعت الكاميرا بكره ابو الغيط ويقعدوا معاك 4400 اسره. الاسره بقى فيها كام واحد؟ ده لازم ابعت لك الكاميرا وتصور. فيها 7 8 اخونا ده. طب ازاي؟ ثانيه واحده عليه، انت بتاخدني في ملفات يعني الملف فيهم يعني عاوز اقول لك اللي انا فيه. ثانيه واحده بس، الناس بيقولوا النائب ده ما حدش شاف اللي شافه. انت بتفتح ملف يعني الملف ياخد حلقه لوحده. استيلاء على 1400 بطاقه تموين ازاي؟ ما دي فيها ناس مسؤوله. فين هم بقى المسؤولين دول؟ فين بقى وكيل وزاره التموين في القليوبيه؟ ما تسالنيش انا بقى، انا بسال حضرتك عملت يا باشا. انا بسال حضرتك اهو، ما انت عندك الشرطه، ما انت عندك المشكله تحت ايديك يا سياده النائب، تحت ايديا والبوليس اهو بيحقق فيها وفي النيابه. اعمل ايه انا بقى اكتر من كده؟ وما اديتها النيابه اعمل ايه؟ دوري الرقابي اعمل ايه انا بقى؟ وزير التموين وقف البطاقات، كل اللي عمله علي بيه مصلح زميلنا المحترم بطاقات الاليوبيه وقفت يا سياده الوزير، عشان النائب يتضرب وهو ماشي. عاوز رز، عايز سكر، وناس غلابه اللي الرئيس السياسي بيناشد بيهم، اللي هم تحت خط الفقر. ناس ما بتاكلش عيش، العيش دلوقتي على البطاقه. الناس الغلابه دي امي واختي وستي وعمتي والكهل العظم والفقيره، تروح تجيب عيش من مين بقى؟ من صاحب الفرن يقول لها رغيف بجنيه، ما هو ما معاش بطاقه، مش هتاخد ابو شيلن. يا فندم احنا في فساد. البلد دي اغنى بلد في العالم، اغنى بلد مصر في العالم، وانا بقولها وان شاء الله اشوف اتضرب بالنار بعد ما اخرج. طب ناخد احمد من القناطر الخيريه. استاذ احمد ازاي حضرتك؟ استاذ احمد. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا استاذ احمد؟ السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا استاذ احمد؟ انا بس على حضرتك وعلى الاستاذ حاتم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بس على حضرتك وعلى استاذ حاتم. اهلا بيك يا استاذ احمد. حضرتك عندنا مشكله كبيره جدا في القناطر الخيريه. وهي ايه؟ اسمعنا اسمعنا من التليفون، اسمعنا من التليفون يا استاذ احمد. اسمعنا من التليفون، اسمعنا من التليفون يا استاذ احمد. حاضر. دلوقتي حضرتك عندنا 100 مشكله موجوده في القناطر، علشان خاطر الجناير اللي موجوده دي بقى لها اكتر من 50 60 سنه كانت موجوده، يعني مزار سياحي عالمي.
النهارده ما بقاش حد يعرف من احنا اهل القناطر ما نعرفش بتروح نتفسح فيها. عندنا في حاجه اسمها البر الغربي للقناطر الخيريه. حضرتك البر الغربي ده موجود فيه مركز القناطر الخيريه ومحكمه القناطر الخيريه وسجن القناطر الخيريه والقصر وقصر رئيس الوزراء وحضرتك متحف الري، كل المنشآت ومركز القومي للبحوث المياه وكل اراضي وزاره الزراعه واراضي الري. ليه البر الغربي ده مش موجود على الخريطه بالنسبه للحكومه؟ لا في صرف صحي ولا في مستشفى ولا في مواصلات. احنا هنفضل لحد امتى منتظرين الكلام ده؟ كل يوم نشتكي في المواضيع دي ولا كان في حاجه. طب خليك معايا يا استاذ احمد واسمع رد سياده النائب. تحت امرك. هو طبعا كلام المتصل صحيح 100%. البر الغربي ده فعلا جامع كل مصالحنا الحكوميه، حتى المحكمه اللي هو بيتحدث عنها في تقرير التجاوب عنها، المحكمه ومسجل مع المستشار المحامين، المحكمه دي واخده قرار ازاله من 10 سنين. قرار ازاله من 10 سنوات وحبيس الادراج، وحتى الان ما فيش. وعملنا وكلمنا وزير العدل وكلمنا الدنيا كلها عشان المحكمه والمحامين سجلت مع سعادتك في التقرير. انت محسسني ان الدنيا كلها كوارث. انت لما ملفات كبيره بالشكل ده فيها مشاكل. وانا عندي 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 وانا بقول اتفضل يا استاذ احمد. طب خد دي، مفيش خدمات خالص، مفيش مجمع خدمات شباك واحد في القناطر، ما عنديش شهر عقاري ولا سجل مدني ولا محكمه. هقول لك ايه، انا بقول ايه يا سياده النائب، وانت بتكلمني عن دايره عن دايره في اخر، وانا بقول ايه على القناطر الخيريه. انا بقول يا فندم كلام على مسؤوليتش، انا عاوز شباك واحد، مش الرئيس السيسي بينادي بشباك واحد؟ يعني واحد محامي النهارده محترم اديله توكيل انا كمواطن، اقول له هات لي مثلا شهاده من الجدول، يروح ياخد امضى من وكيل النيابه في شبرا الخيمه، ويرجع يدفع الرسم في القناطر، ويرجع شبرا الخيمه يختم، ويرجع القناطر والحفظ مش عارف فين. هو في محكمه اصلا؟ هو ما فيش محكمه اصلا. وتشوف التقرير يا فندم، انا بقول لك كذا. طيب خلينا نطلع نشوف تقرير بتاع شركه عمال شركه الري ده، ونشوف ايه المشاكل اللي موجوده فيه وايه حلها، ونرجع نكمل مع حضرتك تاني. شركه الري شركه كبيره. المشكلة إن إحنا لحد دلوقتي ما قبضناش من العيد، من العيد لحد دلوقتي ما قبضناش، حتى المعاش المبكر قالوا لنا في معاش مبكر وقدمنا معاش مبكر، ما شفناش حاجة لحد النهاردة. وما فيش أي قلق، حتى 10% ما انضفتش علينا. ليه؟ علشان إيه يعني؟ أنا بعاني لمؤاخذة، أنا عندي فيروس سي، عندي فيروس وعندي لمؤاخذة فقرات في ظهري لمؤاخذة. جيت هنا للشركة بتاعتنا بقول للشركة أنا عايز أتعالج على نفق الدولة، قال لك ما فيش علاج، ما بنديش ورق، يعني إحنا هنعمل لكم بطاقة، هنعمل لكم بطاقة تأمين صحي. لا عملوا بطاقه تامين صحي ولا عملوا اي حاجه، بنتعالج يا باشا على حسابنا وبنقدم روشتاتنا ومفيش حل. لمؤاخذه الروشتات بتاعتنا بعد 4 شهور 5 شهور لما يفكروا يدونا نص العلاج بتاعنا. عايزك من بيتنا لا شغل ولا فلوس. عايزين اهو بقول يا ربنا ربنا فيك مصيره في مصيره وقعدت عمل ايه وبشتغل والحمد لله عند ربنا. عايز فلوس اجيب منين؟ مش مجالات وفي حاجه كتره وفي حاجه ظن بين كل بكره وكل حاجه بكره اجيب من ايه؟ اموت احنا نموت ناكل نعمل ناكل. مشكلتنا اللي احنا عايزين حقوقنا زينا زي بقيه العمال اللي في الشركه زي عمال الدوله. ما فيش حد، حتى اللي معانا بتوع التنظيمات كل واحد قاعد في مشروع يكسب وساب العمال حقهم. يعني انا اخد 1000 جنيه في غيري ياخد 5، ازاي ما تعرفش؟ تيجي درجه ما بناخدش، العلاوه اللي يقولها سياده الرئيس ما بناخدهاش. ندور بتوع التنظيمات اللي هم حقوقنا فين يقول لك مالكش. طب نكلم مين يقول لك اضرب دماغك مطرح ما تضرب مالكش. مرتبي 850 جنيه وعندي 49 سنه وعندي 3 اولاد، اصرف عليهم من ينسرى. شوف وزير قطاع الاعمال ده ما بيحاسبوش ليه؟ ما طبقش ليه؟ ما بيحاسب ليه مع الوزراء تطبيق الحد الادنى للوجوه في جميع القطاعات؟ اشمعنى طبق في الحكومه وما طبقش ليه؟ انا من 82 وانا هنا، انا مرتبي دلوقتي مش جايب ال 1400 جنيه، ليه؟ من 82 ليه 1400 مش بجاب 1400 ليه؟ احنا عندنا ولا عضو نقابه بيجيب حق، ولا عضو مجلس اداره بيجيب حق، ولا ناس بتجيب لنا حق. احنا بناخد شغل كويس جدا بس كله رايح للمقاولين لقله تمويل الشركه. تمويل الشركه في ايه؟ ما عندناش تمويل لمول الشركه نصلح معداتنا. احنا موجودين كبني ادمين بشر وشباب ينتج ويدي، بس اديني
ايه ردك على المشاكل دي يا ست؟ هي دي الشركه اللي تحدثت مع حضرتك فيها من كبرى ثلاث شركات عملاقه في القطاع الشركه القابضه. احد الشركات هي شركه الري للاشغال العامه، كان زمان بيسموها عندنا الكويت وابو ظبي من الدخل، وكان شغل دي بتعمل ايه بقى؟ الجسور والكباري والترع اللي فيها اكبر مهندسين. شوف العمال اللي شغاله كلها ناس حرفيه درجه اولى، يعني سواق ونش النهارده ما تلاقوش في اي، ده لو سافر دوله ياخد بالدولار، سواق كراكه اللي هي الحفار، ناس على قدر عالي من الثقافه المهنيه بتاعتهم، انما خلاص فينش خلاص قعدهم. طب قول لي ايه مشكله جزيره الشعير؟ جزيره الشعير هي جزيره على ضفاف النيل، كل اغلبها او ثلاث ارباعها او 60% منها املاك امريه، بقى لهم 70 سنه و80 سنه و100 سنه. برضه بناشد الرئيس السيسي المعترض انه ما بيظلمش حد يقانون وضع الناس دي، يعني معالي الرئيس والسيد رئيس الوزراء. انا على قرار جزيره الوراق ولا هي زي جزيره الوراق بالظبط، شبيهه نفس النموذج، نموذج اول نموذج ثاني ومتكافئ في كل حاجه. الجزيره دي قوامها اكتر من 300 400 سنه، وهي بيوت اتعملت ناطحات سحاب وعمارات وكل حاجه، وعايز تقنين وضعه قانون وضعه، والراجل يفضل في مكانه وما بيطلبش اي حاجه غير كده. في حاجه بقى تانية اللي هو من ضمن الفساد اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو قانون 119 اللي هو البناء على الارض الزراعيه. وانا ليا مقترح فيه، وقلت للرئيس علي عبعال المحترم رئيسنا، قلت له يا فندم في قانون الخدمه المدنيه اللي زود الاسعار وخرب الدنيا، انت هتجيب كم مليار؟ هتجيب كم مليار ساعتها؟ هتجيب 50 مليار او 24 مليار. طب ناجل الملف ده للحلقه الجايه نناقشه باستفاضه؟ مفيش مشكله يا فندم تحت امرك. سياده النائب المحترم حاتم عبد الحميد عضو مجلس النواب، انت كده خلصت؟ وعضو لجنه الصحه في البرلمان، انا بشكر حضرتك جدا على تشريفك. انت عندك الملف تبات المحكمه، انت عندك انت عندك هنوعدك ان احنا نفتح كل الملفات دي معاك، بس هنفتح كل مش هنتناقش فيه، هنفتح كل الملفات دي معاك لان انت عندك ملفات خطيره جدا، الملف محتاج حلقه. طب اعرضه على سياده النائب حاتم عبد الحميد، بشكر حضرتك جدا على تشريفك. شكرا شكرا. اعزائي المشاهدين، لكم مني اطيب المنى ماهر الفضالي.